كما أسلفنا ينضم إلينا في هذا النقاش الأستاذ منصف اليزغي الباحث والمتخصص في السياسة الرياضية. مرحبا بك سيدي الكريم مرة أخرى. مساء الخير أستاذ اليزغي، عندك شي تعقيب شي سؤال؟ لا أنا غادي نبدأ بخصوص الوزارة، مداخلة بطبيعة الحال بخصوص الوزارة وأيضا بخصوص الوزير. غنحاول ننتقل للشق السياسي اللي تناوله الزميل خمري، إلى الشق سؤال يمتح من الشقين السياسي والرياضي. بعد صعود الأستاذ عبد الإله بن كيران تم دخول في مفاوضات من أجل تشكيل حكومة ديال يناير 2012. التشكيلة الأولى تبعتها القصر الملكي ضمات اسم محمد أوزين كوزير الطاقة والمعادن. تم رفض حجتك على ذلك؟ انتظر حتى أكمل وبعد وأعطيك حجتي. إذا قلت بأنه تم ورود اسم وزير محمد أوزين كوزير الطاقة والمعادن. بعد ذلك تم إرجاع هذه اللائحة وتم بحث عن وزارة لوزير وليس العكس. هنا لن أطرح التناسب الضروري الموجود بين المنصب الوظيفي والمرجع الرياضية، بحكم أنه 26 وزير اللي دازوا في المغرب وزراء الرياضية 15 منهم لا علاقة لهم بالرياضة. هذا أمر ماشي مهم لأن هناك اختلاف في الرؤى بخصوص المرجع. هل هذا ماشي في قطاع الشباب والرياضة جميع، ولكن أعطيك إحصائيات بخصوص وزارة الشباب والرياضة. لن أتحدث أيضا عن منهجية التعيين، هل هي تنبني على نظام مكافآت، هل ينبني على نظام انتماء الحزبي أو العائلي أو أيضا حتى مزاجية القصر في بعض اللحظات. وهنا تستحضروا بعض الأسماء كالمهدي بن بوشتا، الطاهر الجوطي، أيضا عبد اللطيف السبلالي، ظروف التعيين ديالهم. هنا ما غاديش نركز على هذه النقطة، ولكن نركز على الجانب المشروع المجتمعي ديال الحزب الحركة الشعبية فيما يخص الرياضة. البرنامج المجتمعي اللي تقدم في 2011 واللي عرف صعود حزب العدالة والتنمية كأول وحزب الحركة الشعبية في الصف السادس، المشروع المجتمعي ل 2011 لا يتوفر ولو على سطر واحد عن الرياضة. تمتد الأمر، تنحاول نمدو زمنيا، نصيبه بأنه كان هناك وزيرين للشباب والرياضة ينتمون لنفس الحزب، أحمد مزيان وأيضا سي أحمد المساوي. 2002 انتخابات اللي عرفت مرور وزيرين والحركة الشعبية، نفس انتخابات مجددا مشروع مجتمعي لا يتوفر على محور خاص بالرياضة. نوسعوا البحث ونقربوا في المرجعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ديال الحزب اللي هي الثابتة، نجد بأنه الحزب لا يتوفر على أي محور خاص بالرياضة باستثناء ذكر الرياضة في محور الشباب، وتتم الإشارة إلى أن رياضة الأزقة ورياضة الشواطئ من أجل تنمية الرياضة. طيب سؤال. هذا كل هذا أنا جاي في السؤال. في حين أنه حزب اللي باغي قطع معين يكون مبرمج في البرامج المجتمعي ديالو، تيوعد به الناخبين كما هو الأمر من حزب العمال البريطاني 2010، تيعلن مباشرة بأنه عنده واحد نقط معينة موجهة. سؤالي شقين، هل جاء أوزين إلى وزارة الشباب والرياضة بالصدفة، وبالتالي في حالة عدم قبوله كوزير الشباب والرياضة كان قدر نصيبه وزير الماء أو التكنولوجيا أو التشغيل؟ ثم السؤال الثاني، كيف يمكن فهم بأنه حزب الحركة الشعبية اللي ضم ثلاثة الوزراء ديال الشباب والرياضة وتتعد ثاني حزب المغرب بعد حزب الاستقلال على مستوى عدد الوزراء، وفي نفس الوقت لا نرى في مشروع المجتمعي إشارة واضحة إلى الرياضة؟ علما أختم بأنه الكل بما فيهم السيد الوزير استبشر خيرا بتسترة الرياضة، وأعتقد تسترة الرياضة تبقى بدون معنى في حالة عدم اقتناع الفاعل السياسي بجدواها. هي مسألة ديال السيد الوزير، في عوض أنه نقول اعتراف بأن حزب الحركة الشعبية صاحب ثلاثة وزراء في الشباب والرياضة لا يتوفر على أي رؤية في مشاريع مجتمعية وحتى في مرجعيته الحزبية يرمي الثقل على باقي الوزراء. أنا أتحدث الآن عن وزير يمثلنا الآن في قطاع الشباب والرياضة بعد دستور 2011. بنظرة أخرى ناقشني في منظوري، لو سمح لو سمح غالية للريترو، لو سمح لو سمح، ما كنظنش المغربي ولا الناس اللي حاضرين معنا كيهمهم محمد أوزين كان في الطاقة والمعادن وزق في الرياضة، كيهمهم أشنو زد محمد أوزين الرياضيين والرياضة في المغرب. هذاك الموضوع تنذكر غادي نجيو ليه فيما بعد، أنت لأنه الآن بغيتي تحدد أنت المواضيع وغادي المواضيع. لا 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 أنا من أحدد المواضيع سي الوزير، المشاهد ما تقدرش تقيم بانه المشاهد ماذا ينفع وماذا لا ينفع. سي موسى سي موسى، انا ما نحدد المحاور وانا محدد ادير هذا النقاش. اكيد اكيد. فيما يخص تدبير الوزاره، عندك شي اضافه او نمر النقطه؟ بطبيعه الحال تدبير الوزاره ان الجانب المتعلق ارجع للتصريح الحكومي ديال عبد الإله بن كيران اللي قال لاول مره في تصريح حكومي في الوزاره منذ اول تصريح 63 الى غايه الان تجي عباره سياسه وطنيه رياضيه في تصريح حكومي عبد الإله بن كيران في يناير 2012، مرفوق بعدة إشارات من الحكمة منها الرياضة القاعدية من النخبة. الآن تنقول أين هو مآل هذا المشروع ديال السياسة الوطنية الرياضية اللي عمرها ما كانت في المغرب، فقط عندنا هنا مسلسل من القطائع. تجي السيد أوزين من بعد
مرحلتين اللي عرفات استوزار ديال السيده نوال المسوكي مصيف الخياط. السيده نوال المسوكي تحدد واحد الرؤيه ديال 2020 وتتربطها بالمناظره الوطنيه للرساله الملكيه ديال 2008. تيجي موراها مصيف الخياط تيدير قطيعه وتيدير مخطط 2016 وتيقول انا الرساله الملكيه هي خارطه الطريق. تيجي السيد أوزدين تيقول بانه الاثنين معا اساء واي مصدر بغيتي نعطيه لك ما كاين حتى مشكل. اساءت انا هو المصدر. لا نعطيك نعطيك المرجع ماشي مشكل. الاحداث المغربيه في فبراير 2013 باش تكون مرتاح. لانه السيد الوزير دائما يشكك وبالتالي اي حاجه بغا نعطيه. فيما يخص ملاعب القرب عندك شي ملاحظات او شي تعقيب على السيد الوزير؟ ملاحظه لانه هذا الموقف من ملاعب القرب سمعته من قبل وتاكدوا هذا الشيء فعلا اللي كاين انه ملاعب القرب صرف اكثر مره وبالتالي انا اقول ما اكدته وايضا اقول ما اطلع عليه. مسألة أخرى غير في ما يتعلق بالسياسة الرياضية. قلت بأنه توقع قطائع. الآن ولو تصريح ولو في أي مناسبة سواء تلفزيونية أو كذا أن أوزين يأتي ويقول بأنه لدينا مخطط نبني مثلا مخطط 2020 ديال النوال سنستمر فيه أو مخطط 2016 نستمر عليه. هذا هو الإشكال. حتى على الأقل تكون لدينا صورة واضحة بخصوص توجه الوزارة في المجال الرياضي على الأقل تكون واضحة أمامنا. الآن سيد أوزين كل ما سمعنا منه في السنة الأخيرتين قال للملك سير طبق القانون. ثم مؤخرا وأتمنى ألا نكون كرام مجددا العدد الأخير من صحيفة الناس كرشارة صحيح لكن صحح لا أعطيك لا كبير ما بين كتفكر وكتصحح المعلومة لأنك أمام المصدر الحقيقي. دابا لك ممكن تفضل كمل. تفضل ليش قاطع راه يمكن عنده إشكال في الإقناع. الجانب الآخر آخر صريح ديالو حوار مع جريدة صحيفة الناس باش يبقى على خاطره ويعرف ديما المرجع تيقول بأنه ثقة الملك تكفيني. وهنا أطرح السؤال هل أنا تكفيك مثلا ثقة الشعب؟ الملك بنفسه يستمد مشروعيته من ثقتنا فيه وفي مبايعتنا له. أن تقصي كل شيء وتقول ثقة الملك تكفيني الملك يقول اشتغل وكما لو أنك تقوم بالرجوع إلى الوراء إلى دستور 96 وتتحدث منطق ملكية تنفيذية عوض ملكية برلمانية التي جاءت دستور 2011. هذه نقطة. ساليش الضحك طيب تفضل ازيك الضحك ديالي تفضل انا لن تهزاني باش نقول تفضل يضحك ماشي تفضل خليني نضحك ما تقاطعنيش لا غير اسلوب شويه ماشي لابق تفضل ان يكون يتحدث الواحد واحد يضحك اسلوب ماشي لابق تفضل سيدي مضحك فعلا ماشي الله يلا مضحك تفضل سيدي صغير وصل انتهى باش تكسبوا سيدي صغير انتهى ما يهموني ماشي هو الضحك انا ولا انا ما يهموني هو كسب الوقت باش عفوا لان الاربعه كيحاولوا يحرق الوقت لا تفضل المهم هو لا يكون ضحوكة الجامعة هذا هو الأساس. تطبيق القانون بالجانب متعلق ما هو حكمة اللي ركز عليها ككلمة وصحيح هذه حكمة وردت في تصريح حكومي وأيضا وردت على اسم السيد أوزين وفعلا اسم مصطلح كبير. لكن شنو نصيبه؟ السيد أوزين تيجي أمام البرلمان في إطار المشاكل ديال الجامعات جامعة كرة السلة وجامعة كرة اليد وكرة القدم ويجلدها كما يجلد جامعات تجد في بلد آخر. لا يمارس حمايته لهذه الجامعات التي تملك تفويضا من وزارة التدبير بعض الانواع الرياضيه وبالتالي هو مسؤول عليها واخطاؤها من اخطائه وبالتالي دائما يحمل سك البراءه ويمنح المسؤوليه كلها على الجامعات. النقطه الاخرى ويتعلق ب عندما يتحدث عن نظام الجامعات في اللي صدر في ابريل 2013 ودافع عليه في البرلمان وقال في احدى اللحظات بانه مستعد للاستقاله في حاله وجود خطا او ثبت انه مخطئ. صدر نظام اساسي في ابريل 2013 مارس اصدر قرار معدل يقول بانه يثبت فيه بانه فعلا اخطا بهذاك القرار ويقول بانه بامكان الجامعات ان تضيف او أن تعدل ما تريد في حاله توازي ذلك مع المنظومه الدوليه. الان لا اتحدث عن استقاله او شيء من هذا القبيل. خليني نجاوب لانك ترجع لي باش نجاوب مزيان. لا نكمل عرفتي سي موسى عندي واحد الفكره نكملوا لا غير نكملوا عندي واحد الفكره انا لكن لا بغيت نجاوب سؤال غادي تجاوبوا غادي تجاوبوا ولكن ما يطولش علي باش ننسى حتى وحده غادي نذكركم سي عندي واحد الفكره البرامج نكون صراحه ديال سي موسى تفضل سي موسى ما تحبش نجاوب هادشي ماشي نقول صحيح لي انه شويه لان حيت كثر الشق فداك الشق نكمل لك نكمل لك طيب كمل في الشق باش نتقدموا في النقاش تفضل ذكرت قضيه ديال النظام النموذجي ديال ابريل 2013 اللي صدر ومن بعد تعدل في 2014 وبالتالي يثبت بانه كانت الوزاره على خطا لان تراجعت بعد دفاعها المستميت وربطها ايضا باستقالته. الجانب الاخر متعلق هذا سؤال انا اريد ان افهم امرين. دعوة جامعة كرة القدم من عقد الجمعية العام رغم أنه النظام الأساسي لم يخرج لم يصدر
منذ نهايه كاس افريقيا 2013 وانت تطالبها وتصرح مجددا واذا اردت مجددا المصادر اعطيك اياها في عين انه نظام اساسي لم يخرج بعد. ثم جامعه كره الطائره كمثال اخذها كمثال عقدت الجمعيه العامه بنسخه من نظام اساسي لم يصدر بعد في جريده رسميه اي قبل ابريل 2013. النقطه الثانيه في برنامج الماتش على قناه ميدي ان تي في نوفمبر 2013 حتى تكون سعيدا بهذا التحديد تقول بخصوص اللجنه الاولمبيه قلت بانه اللجنه الاولمبيه ما كاينش تعقل الجمع العام ديالها لانه كاين جامعات اخرى مازال وضعيتها غير قانونيه. هذه صحيحه كاع في الكلام اللي قلتي. تماما. طيب. تنقول بزاف الاشياء صحيحه ولكن اللي ما تعجبكش تقدر تعتبرها ماشي صحيحه ماشي مشكل نكمل. قال ردا قال بانه نتمنى غير اللياقه ديالو تساعده باش يكمل هذا هو الاساسي بالنسبه لي انا. انه اللجنه الاولمبيه ما تعقلش الجمع العام ديالها لانه الجامعات بعضها ماشي في. هذه سمعناها. ماشي. الان تنسال اي قانون قال هذا دار هذا الرد هذا؟ انا اصابني بالدوار مشيت قلبت القرار الوزاري ديال وزير الشغل والشباب والرياضه ديال 72 الخاص باللجنه الاولمبيه قلبت ما صبت حتى شي حاجه ماشي تيقول الوزير مشيت مجددا القانون التربيه البدنيه 0687 و0039 تنقلب ما صبت ولو اشاره في الجانب بانه خص يكون فرض جميع الجامعات ثم حتى النظام الاساسي ديال اللجنه الاولمبيه ما كاينش في هذا الجانب هذا علما لمعلومه السيد الوزير 2005 السنه اللي عقدت فيها اللجنه الاولمبيه الجمع العام ديالها ما كانتش جامعه العاب القوى ما كانش وضعيه قانونيه ورغم ذلك تعقد الجمع العام. طيب السيد الوزير غادي العالم كله ما كيدير الجمع العام ديال اللجنه الوطنيه الاولمبيه ديالو حتى كيضمن الشرعيه للجامعات. هذه لا وجد لها مساله. وخويا وخويا شوف انا خويا خلينا نخدم الشرعيه بحال هكا كاين الامر هو نوعيه الرجل اللي كاين على راس اللجنه الاولمبيه فقط. نقطة إلى تفضل سيدي المستوى لا اللي ما في بالك اللي ما تعرفش لا الرياضة بدات معاك راه حنا فيها وغادي نبقاو فيها قبل ما تمشي انت غير كمل واحد الكاسر لا غير نزم غير نزم شوية حدود الله باقا خليك ما كتقلق سي موصف لا كنت اسلوبك يا اخي سي موصف سي موصف سي موصف اسلوبك يا اخي خصك تراجع سي موصف جميل انا مع استمرارية وانا هو المرجع اللي كنقولها ماشي شنو قريتي له ف التصريحات ديالك في الجرائد واش يعتدوا بها او لا ما يرضيك غادي نعتدوا به هو لا يرضيك لان التصريحه ديالي خصها تكون ديالي ماشي ديالك ديالك توش وهذه كنقول لك انا دابا كنقول لك حوار دابا انت جريده مغربيه انت معايا انت معايا انا هو المصدر لا واش انا هو المصدر لا دابا غير كتعرف وتصنت لي نقول لك وانت كتمشي لي المصدر المصدر راه التصريح الحقيقي راه التصريح الا ما كذبتيش راه يقدر ياذيك راه واحد غير نكته عاوده في الكويت راه هدو من الصباح هنايا وغادي يبقى لك ما نخدمش هذا حوار مباشر معاك ليس نقل عن المصادر وانما حوار مباشر انا كنقول لك الصراحه تسمع لي انا كنقول لك بانني انا الاشكال الحقيقي انه التصريحات تولي محل طيب تفضل تفضل سيدي وزير واش سمعتيها من فمي واش سمعتي قلتها سجل عليا واش خصني نلتقي بك باش نعرف كتجي كتقولها لي عباد الله والعبات هذا والله يرضي عليك العبات وانا كنقول لك وانا كنقول لك خليك ما تقلقش لانه انت مطبعك ديما التشنج طيب مطبعك التشنج سي موسف سي موسف حاول هدوء شويه السياسي اللي تيكون سي موسف سعيد دقيقه الاقناع لا بغيت تقنع باش نقنعوا خاصك شويه باش نقنعوا بعضياتنا شويه الهدوء طيب استاذ استاذ الشقين باش ما نطولوش انا ما بقاش كثير من الوقت يعني بعجاله ستحدث عن المخطط التشريعي او القانوني في الوزاره ثم التزامات بعض التزامات الوزير ما غاش نطول بزاف الجانب المخطط التشريعي وانما غادي نقول شنو حصيله وزاره الشباب والرياضه في هذه السنتين ونصف في المجال التشريعي يتوسط قانونين متقدمين ما تعدوا على من بعد 20 سنه من بعد جاء اقصى ما يمكن الدار في هذه العامين هذه هو نظام اساسي نموذجي اللي فعلا دخلت عليه تنقيحات من بعد ما استرجعته بالامل العام الحكومه الى اخره ثم تعديل بسيط اللي صدر في الشهر الماضي. هنا سؤالي قانون التربيه البدنيه 0039 تقول بانه الساري المفعول جيد عندما تقوم باحداث نظام اساسي نموذجي للجامعات بناء على هذا القانون 0039 والجمعيات ما زالت تؤطر بقانون 0687 مرفوقه بمرسوم 95 الذي يؤكد المنخرطين. هل الجمعيات الحاليه الرياضيه يسري عليها قانون 039 وهي لم تتهيك البعد. الجمعيه العامه التي ستجري نهايه هذه السنه ستجري وفق قانون 0687 هذه نقطه. جاوب انا نعطيك كل شيء لا ما تعطيش لا 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 باش نجاوب صاحبي اعطيني وحده بوحده لا لا انت تنفس مزيان لا ما تخافش مسوف لي مزيان المنشطات جيتي درتي واحد النقطه مزيانه انك حليتي واحد اللجنه وانا بطبعي هذيك باحث انا نحطها فوق راسي شرف ليا موضوعي في تدخلاتي باش صح هذا الخلط اللي عندي انه قانون سحبتيه مزيان وحليتي واحد اللجنه واحد اللجنه اللي ما كانتش قانونيه حليتيها مزيان
وانا من الناس اللي صفقوا على هذا الامر هذا، ولكن ما مآل هذا القانون ديال 1297 اللي درتي عوض قانون 0851 في المآل ديالو مع تزايد الحالات ديال المنشطات. النقطه الاخرى، متى سيتم تفعيل النصوص التنظيميه داخل القانون التربيه المدنيه؟ اين هو النظام الاساسي للشركات؟ النموذج الاتفاقي بين جمعيه الشركه، الاعتماد لحدات التكوين؟ اذا نشعر باننا ما زلنا نعيش في اطار القانون السابق. النقطه الاخيره، النقطة الأخيرة بما أن الوقت قلتي ما بقاش، هي المتعلق بالالتزامات. هنا أحيلك مجددا على كلامك المسجل. سير قول. تيقول في برنامج الماتش نوان بير 2013 سولوا على قضية التصريح ديالو في البرلمان وما قال بخصوص الطابور الخامس إلى آخره، الكلمة الشهيرة وديال الناس اللي حرفوا سيرفو، أش قال بالحرف؟ انتظروا التحقيق، التحقيق لأنه هادشي ما يمكنش نقبلوه بالعبث، وأنا اتصلت بوزير الداخلية وغادي التحقيق. هادشي قلتو لا مزيان، السؤال ديالي فين هو التحقيق من بعد؟ لا لا مازال كملتش دغيا فين هو التحقيق هذا من بعد خمسة أشهر؟ ثم قضية التقييم ديال الأولمبياد 2012 السيد الوزير، سمعت واحد النهار ديالك إجابة مباشرة على قضية التقييم، وأنتم اللي دعيتوا الندوة الصحفية 16 أغسطس 2012 باش أنكم تهضروا على التقييم. التقييم يا أخي ماشي هو استعراض النتائج، التقييم هو تنخلقوا تراكمات، نعرفوا الأخطاء والأسباب ونعرفوا خلق التراكمات للدورة المقبلة. ما حضرتيش في أما ندير التقييم، التقييم تعهد به وما نديروش، هذا فعلا إخلال بعض الالتزام. طيب سمعوا السؤال السيد الوزير، ما حضرتيش واقيلا الندوة. طيب اسمعتي بها تفضل السيد الوزير. الندوة شكل وتقييم شكل يا أخي. كل حضرتك ما عرفتش بان واش عرفتي شنو التقييم ولا ما عرفتيش؟ كان فيها تقييم وكان فيها 15 قرار خرج. كنتسناك تهضر لي على القرار. اسمح لي فايز بك تهضر على كل حال. غادي نمشي للقانون. كاين واحد المغالطه، على لسان الوزير امام طلبه المدرسه الوطنيه للسير والتدبير قال بالحرف بانه لم نجري اي تقييم. هذا امر قلتيه بعد شهر هذا ما كتقاطع عليه شتي، انا ما قاطعتكش. تفضل سيد الوزير، تفضل سيد الوزير، تفضل ما بقاش كتلو الوقت وانا دابا كضيق. ما حضرتيش، ما حضرتيش الندوه، قلت لك ولا غلط؟ الندوه ماشي هو التقييم، الله يخليك. هذيك الندوه كانت ندوه بموضوع التقييم. تفضل. فوالا، والتقييم فينا هو؟ ليفاليسيون فينا هي سيد الوزير؟ هذا هو تنقصد لك. إلا كان عندك شي جواب آخر من غير ابتسامة تقدر تقوله. طيب خليه، وخا نسمع لعب أولمبيا في غوشت ودار في النسبة ديال القانون اللي قال، انا نطرح عليك سؤال. تفضل. الدستور المغربي صوتنا عليه، معروفه هذه الاجابه ياك كتعرفها حتى هي قارعه. معروفه القوانين التنظيميه باقا ما كملناهاش. نعم. هل هذا الدستور هذا هو خارج التطبيق اليوم؟ دابا شرح لي النظام الاساسي للجامعات والجمعيات. والجمعيات ما مختارش راني كبير، بديتي بالسطح والاساس الساس ما درتيش. امبوسيبل، ولانه تثير بعض المرات شي اشياء. نخرجوا من هذا، نخرجوا من هذا، نخرجوا من هذا. لا لا لا، سيد الوزير الان مقبلين تشتغلوا بقانونين وما حاش. لا 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 غير ما يغلط لا 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 ما يقولش شي حاجه ما تنقولش. غلط انت الناس، كتغلط المشاهد، انت غلط الشعب. ايضا الشكر الجزيل للاستاذ منصف اليزغي والاستاذ سعيد الخمري. أيضا الشكر الموصول للجمهور الكريم الذي تابع معنا هذا النقاش. أقنع أم لم يقنع؟ الكلمة لكم مشاهدينا الكرام، بإمكانكم التعليق ومواصلة التعليق على مدار في هذه الحلقة عبر بعث الرسائل النصية أو عبر التفاعل على صفحة البرنامج بالفيسبوك وتويتر. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.